أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. الأزمة السياسية تراوح مكانها، فجلسة مجلس الوزراء غدا لن تبحث في ملف أمن الدولة في انتظار انتهاء مساعي الرئيس تمام سلام لإيجاد حل لهذه الأزمة. أما التشريع الذي أعاده رئيس المجلس إلى ملعب اللجان النيابية المشتركة فعالق عند قانون الانتخاب، وقد رأى تكتل التغيير والإصلاح في موقف الرئيس نبيه بري خطوة أولى نحو حل ملف قانون الانتخاب، فيما تمنت كتلة المستقبل فيما أعربت كتلة المستقبل عن خشيتها من المخاطر التي تترتب عن استمرار تعطيل المجلس النيابي، معتبرة أن الأساس هو التوجه لانتخاب رئيس للجمهورية. وفي إطار الانتخاب الرئاسي نفى البطريرك الراعي قبيل مغادرته إلى بلجيكا طرح انتخاب رئيس لسنتين. وفي ظل هذه الأجواء دخلت البلاد في مدار الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، وقد بلغت الحماوة ذروتها فتوالت عمليات تشكيل اللوائح وأعلانها في أجواء تتأرجح بين المعارك والتوافق. وفي بيت الوسط أعلن الرئيس الحريري لائحة بيروت الائتلافية معتبرا أنها لائحة المناصفة الحقيقية. هيئة التنسيق باشرت تحركها وتوعدت بخطوات تصعيدية، والوزير أبو صعب ينضم للأساتذة مؤكدا أن البت بالسلسلة ينتظر أول جلسة تشريعية، متحدثا عن مشروع لتحسين أوضاعهم. كاتيا شقير والتفاصيل. عاودت هيئة التنسيق النقابية تحركها في الشارع بعد سبات دام لأشهر عدة، لكن هذه المرة الأساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي والمهني استبقوا تحرك اليوم، إذ اعتبروا أن هيئة التنسيق لا تراعي مطالبهم، موجهين رسالة إلى المسؤولين لضمان حقوقهم. غير أن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب انضم إلى المعتصمين وتجاوب معهم. وفيما خص أساتذة التعليم المهني والتقني، أكد العمل مع المدير العام المختص للتحضير لمباراة بهدف تثبيتهم. اولا في جزء منهم تخطى السن القانوني، ما بقى له حق يقدم على مباراة مفتوحة، لانه الدولة ما كانت عم تجري مباراة مفتوحة بشكل دوري. بالتالي نحن عملنا مرسوم لحتى نعالج هذا الموضوع، وهذا المرسوم اقرناه بمجلس الوزراء وهلا احلناه على المجلس النيابي، بصير لهم حق يقدموا على مباراة مفتوحة. لكن الخوف الثاني انه نحن بمباراه مفتوحه اليوم عم نفوت عدد كبير من الاساتذه على الملك. صحيح. هن خايفين انه هالاساتذه اللي بفوتوا يمكن ياخذوا لهم ساعاتهم ويحلوا محلهم. بالزبط. انا تربويا ما بقدر الا فوت اساتذه على الملك، وانا همي فوتهم لهم كمان على الملك. هن عندهم سنين خبره طويله بتوازي صارت هالكفاءه والشده. عشان هيك انعمل المرسوم لحتى يعطيهم على كل سنتين خبره بيعطيهم علامه. الشيء الثاني اللي نحن كمان وعدناهم فيه انه يعملوا لي لائحه موحده بهالاساتذه اللي هن بيعتبروا حالهم انظلموا على مدى السنين، وهول الاساتذه انعمل فيهم لائحه، وهاللائحه قدم لي اياها حمزه، ونحن قلنا لهم مع المدراء المدارس بدنا نحافظهم على ساعاتهم. هيئه التنسيق النقابيه كررت مطلبها لاقرار سلسله الرتب والرواتب، مؤكده الحق بالامتناع عن العمل في المدارس والمؤسسات، رافضه التحجج بعدم التشريع للتهرب من اقرار السلسله. لازم تتعدى السلسلة مثل ما بيطرحوا مشاريع القوانين، مشروع قانون السلسلة وتعديلها واعطاء كل القطاعات ال 121% والكل يطلع راضي. ما في غير هذا الاتجاه اللي بيقدر يحسم الموضوع. ان خطوات التصعيد عندنا بدون سقف، ومن يراهن على عكس ذلك نقول له انه مخطئ. حملة بدنا حاسب شاركت في الاعتصام أمام وزارة التربية في اليونسكو وأمام قصر العدل، اعتصم المستثنون من التفرغ في الجامعة اللبنانية، كما أقفلت جميع المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة من الشمال إلى الجنوب. في بيت الوسط احتفال لإعلان ترشيح أعضاء لائحة البيارتة برئاسة جمال عيتاني. في 8 أيار سننتخب لائحة البيارتة لنعيد لبيروت المناصفة ووحدتها. الكلام للرئيس سعد الحريري خلال إعلان البرنامج الانتخابي للائحة البيارتة، مشيرا إلى أن هذه هي لائحة العيش المشترك واللائحة الحقيقية التي كان يدعي لها الرئيس الراحل رفيق الحريري. أنا ننزل عشرنا وننتخب بثمان الشهر. أنتوا يوليو،
انتوا اهل بيروت وانتوا لبيانتي وهيدي لائحتكم لائحة لبيانتي هيدي لائحة العيش المشترك هيدي لائحة العيش المشترك وهيدي لائحة المناصفة الحقيقية اللي الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري دايما كان يدعي لنا وأكد الحريري أن هذه اللائحة توافق أهل بيروت لإعمار بيروت وإنماء بيروت ووحدة بيروت وفيها كفاءات وكل الشخصيات والأحزاب. في ظل هذه الأجواء التنافسية كيف بدت الاستعدادات في بيروت التحقيق لنيلة شهوان؟ 5 لوائح حتى اليوم تتنافس في انتخابات بيروت البلدية إضافة إلى مرشحين مستقلين. المظاهر الانتخابية غائبة والسبب قرار محافظ بيروت زياد شبيب بتغريم من يعلق الصور. العالم شوي ما عندها هالحماس للانتخابات. فعلى أمل هالأسبوع هيدا كونه أنه كل الأطراف تبلغت أنه في انتخابات بعتقد أنه لازم العالم تشارك. فتور بالتحضيرات. العالم تلاقيها ما مصدق انه في انتخابات بظل الظروف الامنيه. الناس بدها تغير. يعني الناس اليوم مثل ما بقولوا قرفان الانتخابات. لائحة بيروت مدينتي كاملة ب 24 مرشحا مناصفة بين الرجال والنساء من مختلف الفئات العمرية. حركة مواطنون ومواطنات في دولة جابت شوارع العاصمة معلنة عن لائحة من 4 مرشحين من ضمنهم الوزير السابق شرب النحاس. تيار المستقبل يدعم من جهته لائحة برئاسة جمال عيتاني فيما شكل المحامي عماد الوزان لائحة فيها 15 ممثلا. وقبل أيام من الانتخابات كيف تبدو الحماسة على الأرض؟ ينتخبولنا رئيس بالأول بعدين يفكروا بالبلدية. تحس أنه في معركة ولا لا؟ لا مش معركة لا. ما بعرف اللوائح نزل لوائح ما بعرف إذا نزل لوائح. قالوا جمعة زي بنزل اللوائح. ما واضحة العملية يعني ما واضحة. عنا هموم كتير غير الانتخابات. أنا بصور. بصور؟ ما حدا بينتخب. ليه؟ ليه شو عم يطلع لنا البلدية؟ هانتخب حدا أريح. إذا بفضل أنا يعني بتعرفي مين بفضل يضل هو رئيس البلدية هو حمد. هيك ما بدي أنتخب لحدا. أنا بحياتي ما انتخبت. لا لأنه كله مثل بعض. متحسن وضع البلاد هاي اللي بدنا إياه. ما في حماس. عالم أكل بوكس. اليوم هناك عشرات المرشحين في بيروت لكن هل ستحمل الأيام المقبلة تغييرا في المشهد؟ 10 أيام تفصلنا عن انطلاق الاستحقاق البلدي وإذ تبدو شوارع بيروت شبه خالية من المظاهر الانتخابية لكن المنتظر أن تكون المعركة محتدمة. من بيروت محمد رحمي نيلة شهوان تلفزيون لبنان. بقاع زحمة مرشحين أمام سرايب علبك والمحافظ يعد بحل الأمر خلال الساعات المقبلة. شهدت سرايب علبك اليوم زحمة مرشحين خانقة إذ توافد العشرات لتقديم طلبات الترشح إلى الانتخابات البلدية من بعلبك والقضاء. المحافظ بشير خضر عزا الأمر إلى الإقبال الشديد في نفس الوقت بينما كانت الحركة خجولة في الأيام الماضية لكنه أكد أن الأمر سيعالج خلال الساعات المقبلة. نتفاهم الناس أن شوي فيرة اليوم بسبب العجقة بس لا ما بقبل يكون ما في تنظيم. أول شيء الناس تأخرت كتير لتقديم طلبات ترشيح. نحن بكرة عشية بتنتهي المهلة طلبات ترشيح. بالوقت الأسابيع الماضي كان الإقبال على الترشيح كتير خجول ما كان في حدا عم بيقدم. فالكل عم بيقدم آخر 3 أيام أو آخر يومين من انتهاء المهلة القانونية لتقديم طلبات ترشيح. شغلة تانية والأهم أنه قضاء بعلبك بضم عشرات البلديات يعني أقل من 100 بلدية بشوي. وهالشي كمان عم يعمل عجقة زيادة. بعد رفع الكتل المسيحية ورقة ميثاقية في وجه تشريع الضرورة التشريع مجمد في ثلاجة الانتظار إنتاج قانون جديد للانتخابات واللجان المشتركة تنتظر تحديد موعد للانطلاق بدراسة 17 اقتراح قانون انتخابي.
تلاشت الأمال بانعقاد جلسة تشريعية تقر المشاريع الملحة قبل نهاية العقد العادي في 31 من أيار المقبل، بعدما تمسكت الكتل المسيحية بمقاطعة التشريع قبل إقرار قانون جديد للانتخابات، وبالتالي التشريع مرجأ إلى تشرين الأول، موعد بدء العقد العادي الثاني لمجلس النواب في أول ثلاثاء يلي 15 من تشرين الأول، نظرا لصعوبة فتح دورة استثنائية مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء مجتمعا، إلا إذا طرأ أي تغيير أدى إلى تسريع انتخاب رئيس للجمهورية. التعنت اللي صار بموضوع حضور جلسات التشريع الضرورة اللي دعا، اللي يعني كان الرئيس بري كان عنده نية يدعي لها، وصلنا إلى حائط مسدود، وكان في خوف عند الرئيس بري ما يصير في هناك انقسام إذا بدك مسيحي إسلامي حول هذا الملف. ومن هالمنطلق يعني امبارح كان عنده هيدي المبادرة، لو انه هي مبادرة يعني شكلية اكتر ما هي مبادرة قابلة للتنفيذ، لانه نحن بنعرف في لجنة مصغرة كانت تشكل كل المكونات السياسية اللبنانية اجتمعت لأشهر ولم تصل إلى نتيجة، فكيف إذا أحيل هذا الملف إلى اللجان المشتركة؟ 17 اقتراح قانون للانتخابات سيحال إلى اللجان المشتركة، علما أن قانون المختلط درس في لجنة التواصل على مدى عشرات الجلسات ثم في لجنة الانتخاب من دون التوصل إلى نتيجة. سيكون العمل أصعب بكثير من العمل من خلال لجنة مصغرة من 6 أو 7 أو 10 أشخاص. فبعتقد يعني عفوا، واللجنة المصغرة كانت تدرس اقتراح المختلط فقط، ليس كل الاقتراحات التي وهلا عم نحكي كمان لدرس كل المقترحات اللي هن 17 اقتراح. فبعتقد يعني امبارح هو صار نوع من شراء للوقت لحتى ما نفجر البلد ولحتى ما نفوت بأزمة، ولكن بنفس الوقت شراء هذا الوقت يعني كمان حيزيد المخاطر. ونحن هلا ممكن كمان يعني تخلص الدورة العادية، يعني ساعتها بدنا نضطر كمان ننتظر إلى الدورة العادية المقبلة. أي موعد للجان المشتركة لدرس قوانين الانتخاب لم يحدد لغاية هذه الساعة. تكتل التغيير والإصلاح نظر بإيجابية إلى خطوة الرئيس بري عدم عقد جلسة تشريعية قبل التفاهم على قانون الانتخاب، مشددا على الشراكة والمناصفة الحقيقية. الموضوع الأول هو الجلسة التشريعية اللي كانت مقررة، وموقف الرئيس نبيه بري الأخير، الذي نحن بنعتبر أنه هذه الخطوة اللي أخذت بعين الاعتبار موقف فريق أساسي ووازن لبل مكون، هو المكون المسيحي، بعد التفاهم الذي حصل وبعد اتفاق مع راب وبعد أيضا توسع هذا الفريق وهذا الموقف ليضم عدد من الأحزاب والشخصيات لبحث قانون الانتخاب كأولوية. بعتقد أنه هذا الموقف هو خطوة أولى نحو تحقيق مطلب مزمن، مطلب دستوري ومطلب ميثاقي مزمن منذ طائف حتى اليوم لم يتم إنجازه، وهو قانون الانتخابات. نحن معروف أنه تقدمنا بالقانون الأرثوذكسي، ولكن نحن نعتبر بأنه الصيغة التي تؤمن المناصفة الفعلية وتصحح الخلل وتحترم الميثاق والدستور، وبالتالي بتحصن الوحدة الوطنية من خلال تحصين هذا التوازن الذي يجب أن يكون في النظام السياسي، بتوصلنا للغاية اللي نحن بدنا إياها. كتلة المستقبل اعتبرت أن الأمر الأساس هو في التوجه لانتخاب رئيس للجمهورية بما يتيح المجال في إعادة عمل المؤسسات الدستورية. في أهمية خطوة الرئيس بري في إفساح المجال أمام اللجان النيابية لبلورة الاتفاق على قانون انتخاب جديد، توقفت الكتلة أمام ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة التريث في الدعوة إلى انعقاد جلسة تشريعية وافساح المجال أمام اللجان النيابية المشتركة لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب. إن الكتلة في هذا الصدد ما زالت تعتبر أن الأمر الأساس هو في التوجه لانتخاب رئيس الجمهورية بما يتيح المجال
لإعادة بناء المؤسسات الدستورية للدولة، وإلى عودة المؤسسات الأخرى إلى العمل بالزخم والفعالية المطلوبة حفاظاً على الأمن والاستقرار على مختلف مستوياته. إن الكتلة تتمنى أن تتوصل اللجان النيابية المشتركة إلى صيغة تحظى برضا غالبية الأطراف النيابية وبما يؤمن تطلعاتها، بحيث يمكن بعدها طرح ما يمكن التوصل إليه على الهيئة العامة لمجلس النواب للنظر فيه وإقراره، إلا أنها وفي ذات الوقت تبدي خشيتها من المخاطر التي تترتب على الاستمرار في تعطيل مؤسسة المجلس النيابي والحؤول دون تمكنه من القيام بالحد الأدنى من واجباته في مجال تشريع الضرورة. لجنة المال طالبت بعقد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة بملف النفايات وتجديد العقود وبوج نفى إخفاء مراسلات بين مجلس الوزراء ومجلس الإنماء والأعمار. استكملت لجنة المال والموازنة التدقيق في مسألة تمديد العقود الخاصة بالنفايات من العام 97 ولغاية العام 2016 بحضور وزيري المال علي حسن خليل والبيئة محمد المشنوق ومجلس الإنماء والإعمار، واستوضحت من الأمين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي حول إخفاء بعض المراسلات بين مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الوزراء الذي نفى هذا الأمر. النائب بن كنعان طلب بعقد جلسة مساءلة ومحاسبة في المجلس النيابي. مساءلة رح نفصلها ورح نكمل فيها للآخر مع المجلس النيابي ومع القضاء المختص، ورح نروح للآخر لأنه التقرير اللي رح يصدر واللي رح شارك اللي أعده واللي رح أخذ موافقة لجنة المال عليه رح يكون واضح جدا بكل ما لدينا من معلومات. كنعان سأل ماذا كان يفعل الاستشاري وهو يتقاضى 55 مليون دولار، مؤكدا أن التعاقد مع نفس الشركات وبنفس الشروط أمر مرفوض. المرحلة الإقليمية الراهنة لا توحي بانفراج رئاسي أو تشريعي وفق ما استشف المحللون من طرح الرئيس بري بحسب الصحفي إبراهيم بيرم حاورته هبة عياد. ما أطل به رئيس مجلس النواب نبيه بري بالأمس يعبر عن نوع من عدم سير الأمور بالاتجاه الذي كان يريده، أي عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب على غرار ما جرى في العام الماضي ليعلن بذلك الخروج من دائرة تدوير الزوايا. هكذا وصف المحلل السياسي إبراهيم بيرم الإطلالة الإعلامية للرئيس بري الذي رأى أن إعادة القوانين إلى اللجان معناها ألا قانون انتخاب. هو فعلا يريد جلسة تشريعية لمجلس النواب على غرار ما جرى في العام الماضي ولو جلسة واحدة. بالوقت نفسه يعني يبرر هذا التراجع بجملة مواقف، لكنه بالوقت نفسه يعدنا بأن أو على الأقل يعني يضع قانون انتخاب جديد في الثلاجة، على اعتبار أنه إعادة قوانين الانتخاب 17 إلى اللجان معناها أن لا 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 قانون انتخاب، مضي على الوقت، مضي على الوقت، مقبرة للقوانين. وسبق وجرب المجلس النيابي ولجانه المختصة أكثر من نقاش وأكثر من عرض وأكثر من فكرة. بالمطلق نحن أمام يعني تأكيد مجدد لمسألة أن لا تشريع في المجلس النيابي، وأن بالوقت بشكل متوازن مع شغور بالرئاسة الأولى ومن ثم مع حد أدنى من إدارة الأزمة في الرئاسة الثالثة. الرئيس بري لفترة من الفترات كان دائما يشار إليه وكأنه المنقذ أو الذي يستطيع أن يدور الزوايا. الآن بالأمس يعلن أنه يعني خرج من هذا الدور أو على الأقل استسلم للوضع السياسي الحالي. وعن نعي الرئيس بري لقوى 8 و14 أذار، رأى بيرم أن هذه الرسالة موجهة إلى التيار الوطني الحر وحليف الحليف أي حزب الله. الرئيس بري في إطلالاته الإعلامية الأخيرة يعبر عن أزمة الطبقة السياسية الحاكمة، عن عجزها، عن قصورها، وبالتالي يبشرنا بمرحلة طويلة من الفراغ ولا تشريع، ويعني الإدارة المتواضعة للأزمات إلى أجل غير مسمى. يعني هذا الفراغ وهذا الضياع وهذه الضبابية التي تكتنف في الوضع السياسي والتي عبر عنها الرئيس بري بالأمس يعني واضح بأنها طويلة. في محاولات بذلت من قبل الرئيس بري ومن قبل بعض الأفرقاء ومنهم الرئيس سعد الحريري لإنتاج تسوية معينة على مستوى الرئاسة وعلى مستوى التشريع، يعني كلاهما أعتقد بأنهما اقتنعا بأن الوقت لم يحن
لإنتاج هذه التسويات أو لتمرير هذه التسويات. إذن الأمور باتجاه الدوران في الحلقة المفرغة بانتظار ما ستؤول إليه الأمور إقليميا. لاحظت متابعة هذه النشرة. من عين التين وصف الوزير السابق الياس المر الرئيس نبيه بري برمز الاعتدال، معتبرا أن البعض يتذرع بقانون الانتخاب للتهرب من الانتخابات البلدية وهذا أمر غير بريء. الملفات الداخلية والتطورات على الساحتين الداخلية والإقليمية بحثها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس مؤسسة الانتربول الوزير السابق الياس المر الذي وصف الرئيس بري برمز الاعتدال والتعايش في لبنان. المر أكد أن التنسيق مع الانتربول في أحسن حالاته ولبنان يتعاون بشكل فاعل في موضوع مكافحة الإرهاب أكان من الجيش أو الأمن العام أو فرع المعلومات وبقية الأجهزة. وفي شأن الملف في الرئاسي اعتبر المر أنه إذا كان هناك من قرار لبناني جدي لانتخاب رئيس للجمهورية فإنه سينتخب غدا بدعم من كل الدول. البعض يستعمل قانون الانتخاب يستغلوا بالانتخابات القادمة البلدية، والبعض عنده قناعة يمكن أنه ضروري يصير في قانون الانتخاب ونحن منهم، ولكن توقيته اليوم برأيي غير بريء. ولكن الأهم للبلد اليوم ليبقى عنا أولاد ويبقى عندهم مستقبل إن ننتخب رئيس جمهورية. لهالسبب اللي قادر اليوم وموافق وعم بيصعد ويناشد بهذا الموضوع إنه بدنا قانون انتخاب وليش ما بتجمع المجلس لتعمل قانون انتخاب، يتفضلوا على المجلس ينتخبوا رئيس جمهورية قبل الظهر ومن بعدها يعملوا قانون الانتخاب اللي بيحبوه واللي بيتفقوا عليه، بس بده يكون في رئيس جمهورية بالبلد راعي هذا الاتفاق، هو رئيس الدولة المسيحي. وكان الرئيس بري قد التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جون فهد والرئيس الأول لمحكمة التمييز الفرنسية بيرتران لوفيل، وفي عين التين السفير الأرميني الجديد في زيارة بروتوكولية ورئيس بلدية جبيل زياد حواط. في السراي لقاءات نيابية وقضائية للرئيس سلام الذي شدد على الاستعانة بخبراء من الخارج كي يتمكن القضاء من البت بملف الانترنت غير الشرعي وفق ما نقل عنه النائب فتفت. أبدى رئيس الحكومة تمام سلام فكرة الاستعانة بخبراء من الخارج لتفصيل الأمور كي يتمكن القضاء من البت في موضوع الإنترنت غير الشرعي. الموقف نقله عنه النائب أحمد فتفت الذي أشار إلى أن البحث تناول فضائح الإنترنت. أبدى دولة الرئيس فكرة جيدة جدا أن يتم الاستعانة بخبراء من الخارج لتفصيل الأمور حتى يتمكن القضاء من بت هذا الموضوع، وحتى لا يقال يوما ما أن القضاء لفلف بأي شكل هذا الموضوع أو أن ليس لديه المعلومات الكافية للبت به، تفاديا لأن يكون هناك البعض يستعمل ككبش محرقة لحماية المرتكبين الفعليين. الرئيس سلام اجتمع إلى النائب محمد قباني والتقى وزير الطاقة والمياه أرتير نازاريان. رئيس الحكومة بحث مجمل الأوضاع العربية الراهنة مع وزير الشؤون المغاربية في الجزائر عبد القادر مساهل في حضور سفير الجزائر في لبنان أحمد بوزيان. في السرايا التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا كان مدار بحث بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة التمييز الفرنسية القاضي بيرتران لوفيل في حضور نظيره اللبناني القاضي جان فهد. الرئيس سلام اجتمع إلى وفد من لجنة المتابعة للقاء الوطني للنهوض والتغيير برئاسة الوزير السابق عصام نعمان، والتقى رئيس مجلس الأعمال اللبناني العماني شادي مسعد ونائب الرئيس عصام برغوت ورئيس مجلس إدارة مدير عام مرفأ بيروت حسن قريتم. على صعيد آخر أكدت مصادر السرايا لتلفزيون لبنان أن يوم الثلاثاء المقبل 3 أيار هو يوم عمل عادي، وذلك خلافا للأخبار المتداولة بأنه يوم عطلة رسمية. وزير الدفاع سمير مقبل بدأ زيارة لروسيا يبحث خلالها التعاون العسكري الثنائي على هامش مشاركته في مؤتمر للأمن الدولي. من موسكو ميري إبراهيم. دعوة إلى دعم الجيش اللبناني ليصمد في وجه الإرهاب أطلقها نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل فور وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو، مشيرا في حديث لتلفزيون لبنان إلى أنه سيعرب خلال الكلمة التي سيلقيها في المؤتمر الخامس للأمن الدولي عن حاجات المؤسسة العسكرية الملحة، لا سيما أن لبنان هو خط الدفاع الأول ضد الإرهاب.
مقبل الذي أمل الحصول على وعود تنفيذية من الجانب الروسي، طالب بالتشدد بعملية بيع الأسلحة لئلا تصل إلى أيدي الإرهابيين، مشيرا إلى أنه سيتطرق إلى ملف النازحين السوريين وضرورة الوصول إلى حل سلمي للأزمة السورية. المؤتمر الذي يشارك فيه الوزير مقبل على رأس وفد من كبار ضباط الجيش اللبناني انطلقت فعاليته في حفل استقبال أقامه نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنتونوف على شرف المشاركين. ومن المنتظر أن يكون الخطر الذي يشكله الإرهاب على الدول وازدياد رقعته وقدراته وكيفية مواجهته مدار المباحثات التي تبدأ صباح الأربعاء. مطران موسكو نيفان سيقل أولم مساء الثلاثاء على شرف الوزير. الجهات المنظمة كشفت لتلفزيون لبنان أن المؤتمر سيكون له شقين. الشق الأول هو سعيه من خلال الجانب الروسي إلى تعزيز أطر التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب الذي تحول إلى خطر عالمي. أما الشق الثاني فتضمنه مروحة واسعة من اللقاءات بين الوفود المشاركة والجانب الروسي، سيكون للبنان نصيب منها في لقاء خاص سيجمع الوزير مقبل بنظيره الروسي سيرجي شويغو. ويبقى السؤال، هل سيلتقي وزراء دفاع الدول المتخاصمة المشاركة في المؤتمر في قاعة واحدة فقط، أم ستشهد أروقة فندق الراديسون على لقاءات جانبية بينهم؟ مع الإشارة إلى أنه بين المشاركين نائب وزير الدفاع الإماراتي ووزير الدفاع الإيراني حسين دهقان. هذه القاعة ستحتضن فعاليات المؤتمر الدولي الذي سيجد فيه لبنان واحة للتعبير عن احتياجاته العسكرية ليبقى صامدا في وجه الإرهاب. من فندق الراديسون رويال في العاصمة الروسية موسكو، موريس طوبية، ميري إبراهيم، تلفزيون لبنان. وزير الدفاع سمير مقبل كان أكد لتلفزيون لبنان قبيل مغادرته بيروت أنه يحمل لائحة باحتياجات الجيش اللبناني، فيما السفير الروسي شدد على أن العدو واحد، داعش والنصرة. حاملا لائحة باحتياجات الجيش اللبناني ومحاولا أن يأخذ وعدا بالتنفيذ، توجه نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل على رأس وفد إلى روسيا في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر للأمن الدولي، حيث سيعقد سلسلة من اللقاءات من بينها مع نظيره الروسي مقبل، الذي كان في وداعه السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين أكد أنه سيلقي كلمة لبنان وسيوضح ما يقوم به لبنان لمكافحة الإرهاب. رح أطرح حاجات الجيش ونحن بشو بحاجة أي دعم لحتى نقدر نحارب الإرهاب، حيث نحن على أول خط دفاع ضد الإرهاب. في وعد روسي معين بتسليح الجيش؟ ولا رح جرب، أنا أقدر أخذ وعود مش وعود، بدي أخذ وعد تنفيذي منهم. ما وعود خلصنا من الوعود، منا شيء تنفيذي على الأرض. عندك لائحة بالمطالب للجيش اللبناني رح تقدمها؟ لائحة ودارس المطالب والحاجات ورجعت القيادة العسكرية وعندي كل المؤهلات لحتى أبحثها. أما السفير الروسي فشدد على أن مكافحة الإرهاب باتت قضية تهم العالم أجمع، متحدثا عن العلاقات المميزة بين لبنان وروسيا. ومن الواضح للجميع أن الدور الروسي في المنطقة دور مهم وربما أساسي على أساس المشاركة الميدانية في النزاع السوري، وهذا النزاع السوري هو خطير ليس فقط لهذا البلد بل للدول المجاورة، ونحن نريد منع امتداد لهذا الإرهاب. هذا هو، وفي نفس الوقت أنه عدو، هناك عدو واحد، داعش والنصرة والفصائل القريبة لإيلون. وبما أن العدو واحد فإن زاسبيكين لفت إلى أهمية التفاهم بين الجميع لمكافحة الإرهاب، أما أشكال التعاون فسنراها في المرحلة المقبلة. الرئيس ميشيل سليمان دعا للخروج من الأزمة وإلى تشكيل هيئة وطنية لعودة النازحين. أكد الرئيس ميشيل سليمان أن لبنان النموذج هو بمثابة سفينة نوح في ظل ما يجري في محيطه من قتل ودمار وتهجير وفرز مذهبي وعنصري، وبالتالي عليه إنقاذ نفسه من الغرق في مستنقع الفراغ والتعطيل والمذهبية والتقوقع والتقسيم، وهذا ما يتطلب التصميم والإرادة الصلبة للخروج من هذه الأزمة بحلول أو خيارات لبنانية بحتة غير مستوردة. وشدد سليمان في خلال استقباله الوزراء والمفعول أليس شبطيني وعبد المطلب حناوي والسفير الصيني جيانغ جيانغ
بيونغيانغ على أهمية دور المجتمع الدولي في مساعدة لبنان للخروج من محنته بعد التكافل والتضامن اللبناني لصون وحدة لبنان وكرامته وتحييده عن الأخطار وعدم تركه في أتون الصراعات المشتعلة في محيطه. ورأى سليمان أن الضرورة باتت ملحة لتشكيل الهيئة الوطنية لعودة النازحين لتأمين أفضل سبل الحماية للشعب اللبناني من المخاطر والتداعيات كافة وتوفير ظروف العودة الآمنة للشعب السوري إلى دياره. قائد الجيش العماد جان هواجي عرض للأوضاع مع النائب قاظم الخير، كما استقبل السفير السابق نصيف حتي ومن ثم رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان السيد طلال المقدسي والصحفي فيليب أبي عائل. ونتابع النشرة بعد الفاصل. وإلى الفقرة الاقتصادية مع ندى الحوت. توقيع بروتوكولات تعاون بين هيئة قطاع البترول وجمعية الصناعيين وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي والمرسومين لم يتم إقرارهم بعد. اليوم استاذ وسام الذهبي، يعني حضرتك كرئيس هيئة قطاع البترول، كل هالتوقيعات وكل هيدول الاتفاقيات عم بتتم ولم يتم إقرار المرسومين، شو الأسباب؟ يعني نحن لازم نكون مستعدين حتى عند إقرار المرسومين يكون القطاع الخاص اللبناني متحضر. نعم. اليوم دور القطاع الخاص اللبناني كتير مهم. اليوم شركات البترول العالمية دورة بالاستكشاف والتنقيب، قطاع الخاص اللبناني هو قطاع بده يشتغل بالخدمات وعلى جميع الأصعدة. اليوم مشان هيك توجه الهيئة كان أنه نشتغل مع القطاع الخاص ونحضره ونعمل تعاون معه لقطاع الخدمات، إن كان الهندسية القانونية الاستشارية، وهذا قطاع كتير كبير. اليوم جمعية الصناعيين على سبيل المثال، أنه اليوم الصناعيين هن مهتمين كتير بموضوع الغاز. اليوم كلفة الصناعة بالصناعات الثقيلة توصل 35% الطاقة من سعر المبيع. نعم. بالصناعات المكثفة استعمال الغاز كتير مهم لهم وبيجعل الصناعة اللبنانية أكثر تنافسية، وبالتالي يجب أنه نتعاطى مع بعض كجمعية صناعيين وكهيئة إدارة قطاع البترول من هلأ لحتى نعد الدراسات مع بعض نشوف. طب هل لبنان برأيك جاهز بيئيا وصحيا؟ هل يعني المدارس والجامعات والشعب اللبناني جاهز لهذا الموضوع برأيك؟ بهذا الخصوص شو عم تعملوا؟ نعم، الهيئة من أول يوم بتعيينها بأواخر 2012 هي عم تتواصل، عم تتواصل مع الوزارات المعنية، كل الوزارات المعنية، وفي لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، عم تتواصل مع مجلس النواب بعدة لجان اشتغلنا معهم، عم تتواصل مع هيئات المجتمع المدني وعم نعمل ندوات، عم تتواصل مع كل المعنيين بهذا القطاع. وعلى سبيل المثال الجامعات عملنا عدة بروتوكولات تعاون وعم نشتغل وعم نعمل أبحاث وعم نعمل انترنشيب. هذا الموضوع بده وقت، المهم نبلش فيه أكيد، لأنه تعظيم المنفعة الاقتصادية بالبلد تتطلب أنه كل المعنيين بهذا القطاع. هذا القطاع مش بس هيئة إدارة قطاع البترول هي اللي بدها ديره، في الوزارات معنية. اليوم نحن بهمنا نعزز الشفافية، في مؤسسة منظمة ولا مبادرة عالمية اسمها EITI Extractive Industry Transparency Initiative، المبادرة الدولية الشفافية الدولية للاستخراج للصناعة الاستخراجية الصناعات الاستخراجية، هيدا مهم انه لبنان يكون منضم لها. نحن منضم لها، هيئة إدارة البترول بعتت الملف لرئاسة الحكومة وناطرين جواب هيئة التشريع والاستشارات، علما أن وزارة الخارجية أبدت استعدادها. شو فوائدها ندى؟ هاي كتير مهم. هيدي المبادرة هي عبارة عن بلاتفورم، عن منطقة حوار بتصير بين ثلاث مكونات. نعم. الدولة اللبنانية، الشركات، وهيئات المجتمع المدني. اليوم الدولة بدها تقول تفصح شو عم تقبض آخر السنة من الموارد البترولية، والشركات بدها تفصح شو عم تدفع، وبدي يكون في نقاش بهذا الموضوع. نحن ما بدنا نعيد، يعني هذا تفعيل الحوكمة 100%، هاي الحوكمة الرشيدة، إشراك كل القطاعات المعنية والهيئات المجتمع المدني وتعزيز الشفافية. إلى هنا تنتهي نشرتنا. بيرو، أنا نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء في 11:30 من هذا المساء. Thank you.